سي فهيم سكروحي مدرب فريق شباب علم طنجة، هنيئا بالفوز ديالكم في افتتاح بطولة القسم الثاني هوات. سي فهيم الا يمكن لك تعطينا شي قراءة تقنية لهذه المقابلة، ويعني الأطوار ديالك كيفاش مرت؟ شكرا طنجة سبور على الاستضافة، دائما كنعرفوكم طنجة سبور قلبة دائما مع الفرق الطنجاوية، شكرا المساندة دائما كنقولها لجميع كيساند علم طنجة، نتمنى إن شاء الله يكون القادم أفضل إن شاء الله. اليوم كما شاهدت الجمهور كامل وشاهدت انتم سي محمد، لان المقابله كانت بدات في ربع ساعه الاول قويه، كان على الضغط على اللاعبين ديالنا في ربع ساعه الاولانيه، اللي حاولنا ما تماركاش علينا في ديك ربع ساعه الاولانيه بقوه الضغط وقوه التجربه اللي ما كناش عند اللاعبين في هذا القسم، هذا اول مره يلعبوا في هذا القسم. الحمد لله خرجنا من ديك ربع ساعه الاولانيه وجبرنا الريتم ديالنا وحاولنا نمشيو بالبرومير ميتا كما بغينا حنايا، وكانت عندهم الورقه الحمراء، وبين اشواط عطينا التعليمات للاعبين ديالنا، مع هما كان عندهم نقص عددي هو اللي ساعدنا شويه، عطينا لهم التعليمات اللي دخلوا طبقوها والحمد لله جا منا الهدف، والحمد لله تروقوا الاولانيه مشجعه للاعبين والفريق والجمهور كذلك اللي كان حاضر، وكنشكروا بزاف الجمهور اللي حضر اليوم، كان في مستوى في الاداب وفي التشجيع، ونتمنى ما يدخلش على عالم طنجة في مقابلات المجر هنايا في الملعب القرية الرياضية ان شاء الله. سي فهيم سكروحي، كأولى مقابلة ديال الفريق علم طنجة في القسم الوطني الثاني بعد العودة ديالو، واش ما كانش عليكم الضغط في هذه المقابلة بالخصوص؟ بالنسبة للضغط ما يكذبش عليك شي واحد، ما كاينش الضغط، حيت كتريني واحد شهر ونص ديال لونطريمون كتوجد الفريق، وفي اول مقابله في هذا القسم هذا بالنسبه لي كمدرب، اول مقابله في هذا القسم هذا، وبالنسبه للاعبين جميعهم اول مقابله، كان علينا شويه الضغط، بغينا نخرجوا ديك الضغط، ما حاولناش اللاعبين يوصلوا لهم باش ما ياثرش عليهم، الحمد لله حاولنا نخرجوا من ديك الضغط جميعا، وتاثت الاوك ديالها في النهايه. فهيم سكروحي، يعني الاختبار الاول نجحتوا فيه، وفي الجوله الثانيه كنتظركم مقابله اخرى ضمن منافسات القسم الثاني هوات، والخصم هذه المره هذه غيكون يعني النادي القصري، كيفاش غادي تشوفون هذا؟ بالنسبه للمقابلات حنايا كنلعبوا مقابله، الحمد لله دابا سالينا المقابله، نمشيو نرتاحوا شويه واحد 24 ساعه ديال الراحه، ونخرجوا شويه من الضغط اللي كان علينا كاملين، وحنايا كنلعبوا مقابله وكنحسبوها كمقابله سبارز بالنسبه لنا حنايا، ونمشيو ان شاء الله عاود لمدى تحقيق النتيجه. فهيم سكروحي، شكرا جزيلا لك، طنجي سبور كيتمنى لك التوفيق. شكرا.